الاحتلال يرتكب مجزرة في جنين، ومن جنين إلى القدس. ثأر لم ينتظر أن تجف الدموع، يحول عزاء الشهداء إلى أفراح. شاب يستيقظ من النوم ويتفاجأ بأنه منفذ عملية ثم شهيد. بعد عملية القدس، الاحتلال يبدأ بتنفيذ إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين. أنا إبراهيم الجزار، وهي حلقة جديدة من برنامج عن فلسطين. جنون عسكري إسرائيلي داخل مخيم جنين منذ قرابة 3 ساعات، والعملية العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف. اقتحام وصف بالأوسع والأعنف منذ الاجتياح الكبير عام 2002. مجزرة في جنين، 4 ساعات مرت وكأنها 4 سنوات على سكان مخيم جنين اللي فاقوا على وقع أحداث مجزرة ارتكبها الاحتلال داخل المخيم. صباح يوم الخميس 26 يناير بدأت الحكاية. مخيم جنين اللي تعود على المفاجآت المؤلمة لاقتحام الاحتلال بقوات كبيرة في تمام الساعة 7:10. قام الاحتلال بإمطار أحد المنازل بالقذائف الصاروخية والرصاص بمختلف أنواعه وأعيرته، بعد ورود معلومات استخبارية عن نية الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير وفق ما تناقله إعلام الاحتلال. وكان الهدف من العملية اعتقال أعضاء الحركة اللي رصدوا التوغل بمقاومة عنيفة قبل استشهادهم، لتكون محصلة المجزرة اللي ارتكبها الاحتلال في المخيم 10 شهداء فلسطينيين بينهم سيدة وعشرات الإصابات بجروح مختلفة. هذا المشهد في جنين عاد للذاكرة ما حصل قبل أكثر من عقدين في عملية أطلق عليها عملية السور الواقي في شهر إبريل نيسان عام 2002، بعد ما اقتحم المخيم الاحتلال بقوات غفيرة من العناصر والمشاة والدبابات، ثم تطويقه بالكامل بهدف القضاء نهائي على عناصر المقاومة الفلسطينية. لكن الاحتلال تفاجأ بالمقاومة الشديدة اللي قدمها أبناء المخيم اللي استعدوا للعملية جيدا عبر تشكيل غرف عمليات مشتركة من كافة الفصائل، استطاعت خلالها تجهيز 200 مقاوم مسلحين بالبنادق والعبوات بدائية الصنع. وخلال العدوان على المخيم دمر الاحتلال 455 منزل بشكل كامل و800 منزل بصورة جزئية. استشهد 58 من أبناء المخيم، ولكن بعض المصادر الفلسطينية قدرت عدد الشهداء بما يقرب من 500 شهيد. في مدينة القدس المحتلة نفذ فلسطيني وبمسدس عملية إطلاق نار فقتل عددا من الإسرائيليين وجرح آخرين. ومن جنين إلى القدس، وفي نفس الوقت اللي الناس بتقوم فيه بواجب العزاء والحزن اجتاح أرجاء الوطن، أجا خبر من مدينة القدس المحتلة. شاب مقدسي ينفذ عملية إطلاق نار تسفر عن مقتل 7 مستوطنين. الشاب المقدسي اسمه خيري علقم، سمي بهذا الاسم تيمنا بجده الشهيد خيري علقم اللي استشهد بعد طعنه من قبل أحد المستوطنين حتى الموت أثناء توجهه إلى عمله في البناء يوم 13 مايو/98. صار في سوء تفاهم عن طريق التواصل الاجتماعي، منزلين صورتي واسمي. أستاذ فادي عياش، شو طلع لبست على النت تقول مش أنا وأنا عايش وماليش في العمل؟ واحد الله يا زلمة، تزغرنا هيك قدام لجانب طلعنا صغار؟ تخيل انك تكون نايم تصحى تلاقي حالك خبر على منصات التواصل بانك شهيد ومنفذ عملية القدس. هذا اللي صار مع الشاب فادي عياش اللي تداور رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية اسمه وصورته كمنفذ لعملية القدس اللي ادت لمقتل 7 مستوطنين، وبلش الناس يطبعوا صوره ويترحموا عليه حتى بعد ما طلع ونفى انه منفذ العملية، لدرجة انه الناس حاولوا يقنعوه انه هو منفذ العملية والشهيد فرد مرة. يبدو أن العملية اللي صارت في القدس كان لها وقع كبير على حكومة الاحتلال اللي أعلن بعدها عن مجموعة من الإجراءات الانتقامية ضد الفلسطينيين، وأولها ومثل ما بتعمل حكومة الاحتلال سياسة العقاب الجماعي لعائلات ومنفذي العملية، قامت سلطات الاحتلال بإغلاق منزل عائلة الشهيد خيري علقم منفذ الهجوم، وطبعا فيما بعد بقوم الاحتلال بهدم المنزل وتشريد سكانه. ثانيا، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن نشر تعزيزات أمنية إضافية في مدينة القدس بحيث يتم تعزيز الشرطة الإسرائيلية بسرايا من الجيش. وقامت أيضا جرافات الاحتلال بهدم منزل عائلة راتب شقيرات بجبل المكبر في القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص. ومن الإجراءات الانتقامية أيضا مصادرة الحق في السكن والإقامة والمواطنة لعائلات منفذي العمليات وحرمانهم من الخدمات والمنح اللي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني، في المقابل تسهيل منح تراخيص حيازة الأسلحة للإسرائيليين وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. شكرا للمتابعة، كانت هذه حلقتنا من برنامج عن فلسطين. Thank you.